قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، المحافظة على الهوية الإسلامية. ما هي الهوية الإسلامية؟ الهوية الإسلامية هي كل ما يميز المسلمين عن غيرهم من الأمم الأخرى، وقوام هويتهم هو الإسلام بعقيدته وشريعته وآدابه ولغته وتاريخه وحضارته، لا سيما وقد جاء الإسلام دينا كاملا وهديا شاملا ونهجا عادلا. وأمر الله تعالى المؤمنين أن يكونوا أمة وسطا وأن يكونوا على صراط مستقيم وأن لا يشابه هديهم هدي الأمم الأخرى ولا يتشبهوا بهم، لتتحقق بهم الشهادة على الأمم ولتظهر بهم حجة الله على الخلق أجمعين، كما قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. ولا يكون ذلك إلا بتميزهم عن أمم الأرض واختصاصهم بهديهم وسمتهم الخاص بهم، هذا السمت الذي اختاره الله لهم. ولتحقيق هذا التميز عن غيرهم من الأمم، جاءت الشريعة المطهرة بالمنع من التشبه بغير المسلمين والأمر بمخالفة طرائقهم. وأدلة النهي عن التشبه بالمشركين وأهل الكتاب كثيرة جداً، وهي الشيء البين الذي لا يخفى على أحد من الناس. فعن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وزراعا بزراع، حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم. وورد في أدلة المخالفة لهم في الأذان والإقامة عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم
استشار الناس في الشيء الذي يدعون به إلى الصلاة، فذكروا البوق فكرهه من أجل اليهود، ثم ذكروا الناقوس فكرهه من أجل النصارى، وتميزنا بالأذان، تميزنا بالأذان، الله أكبر الله أكبر. وورد في أدلة النهي عن التشبه بهم في الصلاة وهيئتها عن عائشة رضي الله عنها كانت تكره أن يجعل الرجل يده على خاصرته، وتقول اليهود تفعل ذلك. وفي لفظ عنها أنها كرهت الاختصار في الصلاة وقالت لا تتشبه باليهود. وهذا الأثر الموقوف على عائشة رضي الله عنها له حكم الرفع، لأنه جاء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخصر في الصلاة. وفي لفظ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يصلي الرجل مختصرا. وفي النهي عن التشبه بهم في الصيام روى عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني عطاء قال سمعت ابن عباس يقول في يوم عاشوراء خالفوا اليهود وصوموا التاسع مع العاشر. كذلك في مخالفتهم في الدفن والجنائز عن معاوية رضي الله عنه قال إن تسوية القبور من السنة، وقد رفعت اليهود والنصارى القبور يعني، فلا تتشبهوا بهما. وكذلك مخالفتهم في التسليم والتحية، فعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى، فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصبع، وتسليم النصارى الإشارة بالكف. وكذلك في إعفاء اللحى وإحفاء الشوارب عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب. وكذلك مخالفتهم في الصبغ وتغيير الشيب ولكن بغير السواد، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. وكذلك المخالفة في الزي واللباس، فعن أبي عثمان النهدي قال كتب إلينا عمر رضي الله عنه ونحن بأذربيجان، كتب إليهم يا عتبة ابن فرقد إياكم والتنعم وزي أهل الشرك ولبوس الحرير، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير. الحديث رواه مسلم. وهذا يؤكد حرص أمير المؤمنين الخليفة الراشد على عدم تعلق قلوبهم بالدنيا والركون إليها، وهذا من فعل اليهود والنصارى، فالدنيا جنتهم وإلا فليتمنوا الموت إن كانوا صادقين. وأيضا حرصا منه على الهوية الإسلامية التي من شأنها نبذ التنعم والخلود إلى الدنيا،
فالدنيا ليست إلا سبيل للوصول إلى الدار الآخرة. ونجد أن من الحكمة في منع التشبه باليهود والنصارى أن في التشبه بأحوالهم قد يفضي إلى اتباع سبيلهم والركون إليهم والميل لدينهم. وقد قال سبحانه وتعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. وأيضا إن التشبه بهم لا يكون عادة إلا بسبب حبهم أو تعظيمهم أو استحسان أحوالهم، وكل ذلك قد يؤدي إلى نوع من التوافق القلبي والانجذاب الروحي وانخراط ثوابت وعقائد المسلمين في مستنقعاتهم التي لا تسلم أن تخرج منها إلا ملطخة بأدناس معتقدات باطلة. وأن البعد عن كل ذلك هو السبيل للمحافظة على الهوية الإسلامية والشخصية الإيمانية القرآنية السليمة. وأن من خطورة هذا التشبه أن الفقهاء قد اختلفوا في حكم التشبه، منهم من قال في تشبه قد يصل إلى الكفر، ومنه تشبه قد يصل إلى التحريم، ومنه تشبه قد يصل إلى الكراهة. قد اختلفوا في حكم هذا التشبه، فمنهم من يحكم عليه بأنه كفر وردة، وهو التشبه المطلق حتى يكون مثلهم في شركهم وكفرهم بالله سبحانه وتعالى. يعني إذا كان التشبه ظاهرا وباطنا، عقيدة وظاهرا. ومنهم من قال أنه فسق ومعصية، وهو التشبه بهم في أمر محرم في الشريعة الإسلامية، وهو أن يتشبه بهم في أمر محرم في الشريعة الإسلامية. ومنهم من قال أنه مكروه إذا تشبه بهم في شيء مكروه. يبقى كل تشبه له حكمه. أما الاقتباس المشروع فهو يجوز شرعا من الأمم الأخرى، يجوز أن تأخذ منهم العلوم، فالعلوم لا هوية لها، ما فيش فيزياء اشتراكية وفيزياء ديمقراطية. وكذلك الصناعات والاختراعات المادية، لأنها ليست حكرا على أحد، والعلوم والصناعات ليست لها هوية وليس لها شعار. وهذه الصناعات والعلوم والاختراعات لا تؤثر على هوية الأمة الدينية، لأنها ليست شيئا في الفكر، إنما هي شيء في المادة. ولهذا لم يتردد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في تدوين الدواوين، وقد سبقه النبي صلى الله عليه وسلم باقتباس حفر الخندق من الفرس. الخندق حول المدينة فكرة كانت من سلمان الفارسي، مستوردة من فارس، واستعمال المنجنيق كانت من بلد اسمها جرش بالأردن، استعملوها في الطائف. وكذلك الدبابات الخشبية في الحروب في الصدر الأول من الإسلام. فهناك أشياء تؤثر على الهوية وهناك أشياء لا تؤثر على الهوية، والمسلم يميز بين هذا وذاك، ولا بد أن يتميز المسلم
على سائر الأمم ليكون حجة على هذه الأمم ويكون داعيا لها إلى ما هو عليه من الهدى والنور، فلا يخرج من هذا النور إلى ظلمات الآخرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.